اختصاصنا حلقة اليوم كلها من أولها لتاليها عن النصر. أول شيء رح نبدأ مع مباراة دور المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا اللي واجه فيها النصر شباب الأهلي الإماراتي على ملعب الأول بارك. رح نتابع أجواء ما قبل المباراة مع أحمد الجدي والمباراة مع مديان رضوان. بإذن الله. شو سر تفاؤلك؟ ها؟ وش سر تفاؤلك أن النصر فوق؟ عندي أعظم لاعب بالتاريخ رونالدو. إن شاء الله النصر 3-1. من بيسجل أهداف؟ من بيسجل أهداف؟ تاليسكا كريستيانو 2. I don't know. I'm going to see. Allah says gonna win. النصر وين؟ Yes. Huh? How much? Ronaldo 3 goals. أنا أتوقع إن شاء الله 3-1 بإذن الله. تاليسكا بإذن الله ورفاقه إن شاء الله. المباراة الجاية اللي راحت راحت تركيزها كلها على المباراة دي وإن شاء الله أنا منصورين بإذن الله. 2-0 للنصر. من اللي؟ رونالدو تاليسكا ويمكن ماني. الدون إن شاء الله 3 أهداف هاتريك. 4 صور بتنتهي الدون هاتريك وتاليسكا الحين النصراوية بإذن الله 3-1 اليوم. من هو؟ تاليسكا رونالدو ماني. العالمي النصر أتوقع 3-1 2-1 بإذن الله النصراوية. الدون بيسجل هدفين والحين تاليسكا وبروفيتش بيضيف واحد. هاتريك من رونالدو وهاتريك من ساديو ماني. في الأول بارك الجماهير حضرت. في الأول البرتغالي كاسترو قلق، آسر بينيكوليتش مرتاح. في الأول رونالدو يوجه ويقنع. شباب الأهلي لم يختبر مباشرة ببينية في الفراغ. الغساني لم يتوقف حتى بوجود راية التسلل. يحيى سجلها بيضاء. نفس الموضوع تكرر من جديد من الوسط سلة جيسوس، وهذه المرة نواف العقيدي تصرف وكان الأسرع. والنصر نوعا ما في البداية كان يستحوذ دون أن يصنع، ومن هذه اللقطة طالب رونالدو بركلة جزاء لكن لا وجود لتقنية الفار. من الركنية بروزوفيتش مليمترية إلى رأس تاليسكا والأخير افتتح التسجيل. النصر ترجم فرصة من كرة ثابتة والبرتغالي شعر بالتراخي بعد التقدم وكأنه أحس بالقادم، فشباب الأهلي بدأ يهاجم بشكل منظم وسط تراجع الأصفر بوسط لا يضغط على حامل الكرة. ومن نفس المكان من الوسط سلة دبور موهى، لدغ الدفاع بتمريرة إلى يحيى الغساني القادم من الخلف دون مراقبة. هدف تعادل، هدف تعادل، التعادل لم يتأخر. عاد الصراع لنقطة البداية والعرضية مرة سريعة أمام ناظري رونالدو أمام المرمى، والنصر صنع المثلثات بين رونالدو وبروزو وماني، واللمسة الأخيرة بقيت غائبة وبطيئة كما هو حال أغلب الكرات. ركنية على النصر كأنها لقطة بفيلم رعب مرت بسلام على مرمى العقيدي بكثافة هجومية حمراء والدفاع في خبر كان، ذكرت محبي النصر بركنية التعاون وبهدف توامبا. بروزو على العرضية، المستقبل عاشق للكرات الأكروباتية ولو سجلت لكانت تاريخية. المهم رونالدو طالب من جديد بركلة جزاء والحكم الصيني رفض الاستماع. رونالدو كأنه يشتكي للمدرجات. كانت فرصة، كانت خطيرة، كان بيكون هدف أعجوبة أخرى. استمر اللقاء ورونالدو للمرة الثالثة يسقط في منطقة الجزاء، والعصبية ظهرت جلية بردة فعله على الحكم. الصيني لم يطلق الصافرة سوى لنهاية الشوط الأول. يطالب بضربة جزاء لكن شوف اللقطة. كتيبة نجوم النصر عادت بنية استعادة التقدم. شباب الأهلي من الدفاع بلمسة وصلت إلى يحيى الغساني. فارق السرعة برفقة الكرة كان لصالحه، تفوق على المدافع، تفوق على الحارس. الغساني بطريقة الكبار على طريقة جارث بيل هرب. يحيى يسجل الثاني. التدخل من عبد الله العامري لم يكن موفقا. هانف تيل. شباب الأهلي ليس بالفريق السهل، يلعب بواقعية، والنصر أتيحت له الكثير من الفرص وبعضها كان بحاجة إلى العقلية أكثر من القوة. والكلام موجه لتاليسكا. كرة عائدة بالخطأ من الغساني صاحب الهدفين وصلت إلى رونالدو إلى ماني، والأخير لم يجد الحلول من أجل مرتدة نموذجية. حاول ساديو مهارة، ساديو بروزوفيتش بنسخة كربونية عن فرصة تاليسكا بقوة تعامل، وكل الظروف المحيطة تشير بأن الهدف ليس بالقريب، والإضاعة والتمركز السيء في الهجوم لن يتيح مشاهدة التعادل.
من بعيد، هل كانت مقصودة أم عرضية؟ كونان هز الملعب سابق عمى شباب الأهلي وحتى الحظ لم يقب بجانبه. رونالدو أعاد الحماس والوضع بحاجة إلى تفسير. لما دخل مرحلة المجموعات يعاني في الأقصائية، كثر دق اللحام. تاليسكا بعد التصويب باليمنى جاءت اليسارية، لم تكن بوضع أفضل. من سيأتي بالحل؟ والحل جاء من البديل أيمن يحيى إلى رأس سلطان الغنام بالتعادل بعد وقت طويل. كثر دق اللحام. كلمة السر كانت أيمن يحيى، صاحب عرضيات متقنة تصل إلى المكان الصحيح. رأس تاليسكا أصابت من جديد. يا لها من إثارة بعد التسعين. النصر استعاد التقدم، لا بل أكد التفوق، فشباب الأهلي بقي بفرصة الهدف وغاب عن التهديد. رونالدو بخبرة السنين هدأ، نظر، مرر إلى بروزوفيتش والأخير استعمل العقل لا القوة. زاحف هذه المرة. النصر مع نجومه سيتواجد في الآسيوية. ميديا رضوان، صدى الملاعب. ألف مبروك للنصر، فوز شاق لكنه فوز، وألف مبروك لشباب الأهلي، حقيقة قدم مباراة كبيرة. بس قبل ما نكمل موضوعنا عن النصر، في بقية مباريات أنديتنا العربية ضمن هذا الملحق المؤهل لدوري المجموعة دوري أبطال آسيا. الشارقة الإماراتي تأهل بعد فوزه على التراكتور الإماراتي 3-1. العربي القطري ودع بعد خسارته من أولما ليك الأوزبكي بهدف. نفس النتيجة ودع الوكرة بعد خسارته من نفا بخور الأوزبكي. خليني أبدأ مع محسن الحارثي. مبروك محسن الفوز، لكن